الأسبوع الماضي تابعنا وغطينا معكم بالتفصيل إسدال الستار على قضية جوني ديب وطليقته أمبر هيرد واللي انتهت بانتصار مدوي للنجم. لكن لكل أحد مفكر أن الموضوع انتهى خلاص نحب نقول له أنه غلطان جدا، ومو بس لأنه محامية أمبر أعلنت أنها رح تستأنف الحكم، لا، لأنه على ما يبدو الصراع مستمر والمعركة ما خلصت، حتى لو ما كان الصراع هذه المرة قضائي. فاللي صاير أنه جوني ديب فتح حساب على تيك توك، ومعلومة جانبية كده بس أنه الحساب للآن قرب من 9 مليون متابع و6 مليون لايك في أقل من يومين. جوني وفي أول بوست له في عالم تيك توك نشر فيديو في مونتاج للقطات لوصوله للمحكمة أيام الجلسات، وتحيته للمعجبين اللي كانوا بيستنوه في الشوارع. وكمان في الفيديو كان في لقطات له وهو بيعزف جيتار وبيغني مع فرقة صديقه جيف بيك. جوني اصلا كان بعد ما خلص المرافعات النهائيه في القضيه سافر للندن وقدم عروض مع صديقه، وحتى يوم الحكم ما كان في المحكمه، وامبر استغلت الموضوع وقعدت تقول انه غيابه دليل على عدم اهتمامه قبل ما تتفاجأ بالحكم. عموما على تيك توك جوني نشر الفيديو ووجه معاه رساله لكل محبيه وقال لهم انه هو يحبهم وممتن لهم، وقال لهم نصا انه معا سنتجاوز المرحله ونتقدم للامام. والفيديو للان جامع اكثر من 17 مليون مشاهده. يبدو انه الفيديو عموما استفز أمبر، وتحديدا جزئية التقدم للأمام، لأنها وبعد الفيديو بساعات وعلى لسان متحدثة باسمها أصدرت بيان قالت فيه في الوقت اللي جوني بيعلن أنه بيتقدم للأمام حقوق النساء جالسة بتتراجع للخلف، وقالت كمان أن الحكم زي رسالة لضحايا العنف المنزلي ألا وهي خافوا تتكلموا أو تاخدوا موقف.